الذي يريد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى إن كان يريد هذا بالصدق ليس بالكلام، الذي يريد أن يكون عبدا لله لابد أن يبحث له في هذه الدنيا عن عبد لله، عبد حقيقي لله، ليس عبد لهوى وليس عبد لنفسه وليس عبد لزوجته وليس عبد لأبنائه وليس عبد للدنيا وليس عبد للدينار، ليس عبد للدرهم، ليس عبد للنوم، ليس عبد للراحة، ليس عبد للطعام والشراب، عبد الذي يريد أن يكون حقا عبدا لله لابد أن يبحث في هذه الدنيا عن عبد حقيقي لله، ليس عبد للشهوات وليس عبد للمعاصي وليس عبد للملذات، ليس عبد للمناصب وليس عبد للكراسي، ليس عبد للسياسة وليس عبد للجدال، عبد لله. فإذا وجد فذلك هو السعيد، لأنه وضع أول قدم على طريق الجنة. الجنة طاهرة ما يدخلها إلا عباد الله الطاهرين. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. كلام كبير من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبنا كلنا، لأننا لسنا عبادا لله. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وشرفنا بصحبة عبادك الصالحين، نعيش معهم الدنيا وتوفانا معهم، توفنا مع الأبرار ونحشر معهم يوم القيامة. آمين. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.